السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. في فيديو جديد كيف ديما أخبار ديال الرجاء. سمحوا لي تعطلت عليكم، ولكن كنت بغيت نتأكد من الخبر كامل، ماشي فقط نقول لكم غير اللاعب راه تباع ولا مشى وصافي. يعني كنت نقلب على المعلومة كاملة باش نديروا فيديو إن شاء الله. فغادي نبداو بأول حاجة على قبل مبارك الإخوان، الرجاء خاصة توصل بواحد الرد يعني كتابي من عند نادي العين، مازال ما وصلش. داكشي علاش كاين تأخير في التوقيع، حيت اللاعب كما تكلمنا راه وافق. بالنسبة سوبول عنده عرض من طنجة، مازال ما كاينش الرد من عند الرجاء. كذلك خبر رسمي ديال بن تايك مشى سانتيتيان الفرنسي، هذا هو اللي اخر الفيديو الاخوان. علاش؟ حيت الرجاء ماشي باعت بن تايك. باش نشرح لكم الاخوان، البدراوي فين كان جاب بن تايك، يعني دار في الشرط الجزائي ديالو ديال فسخ العقد هو 600 مليون، دار 600 مليون. مزيان، حسب المعلومات ديالي الرجاء كانت طالبه من هاد سانتيتيان، يعني فين بغاو اللاعب، كانوا طالبين مليار. علاش طالبين مليار؟ حيت حسب السيد اللي تكلم معايا قال لي كاين شي عرض خليجي بمليار. يعني كانت الراجع غادي تفاضل بين العرض الخليجي بمليار وطلب من سانتيتيان مليار، ولا وافقوا ديك الساعه غادي يشوفوا شنو غادي يستافدوا الراجا بهذا المعنى. فاللاعب اكيد عن طريق وكيل الاعمال ديالو تكلموا مع سانتيتيان وقالوا لهم انه عنده في الشرط الجزائي 600 مليون، يعني ما كاين لاش دفعوا ديك مليار الراجا، راه اللاعب عنده في العقد شرط جزائي ب 600 مليون. فالنادي الفرنسي وافق في البلاصه وقرر انه يدفع ديك 600 مليون ويحصل على بن تايك يعني بقيمه اقل. هنا يعني كتبقى نقدروا نقولوا انانيه ديال اللاعب اللي ما فكرش في الفريق انه يستافد اكثر. احنا حاليا دابا ما عندنا ما نقولوا، راه مشى رسميا، مازال كنتظر واحد السيد يعطيني كذلك معلومة اللي غادي تأكد هادشي اللي قلت لكم، يعني لا أكدوا لي هاد جوج مصادر هادشي اللي قلت لكم دابا على بن تايك. إذن راه المعلومة صحيحة 100%. ما أكدش لي الإخوان، يعني خاصني ماشي غنقول لكم صافي تباع صافي ونقلبوا الهضرة، غادي نحاول أنني نقلب على المعلومة الصحيحة باش ندير لكم فيديو إن شاء الله. نتمنوا حاليا ما عرفتش الفريق كيفاش كيفكر، بما انه دابا مشى لي بن تايك وكاين سوبول عنده عرض من طنجة، كاين عرض الاهولو، كاين عرض الكامارا، كاين كما تكلمنا قبل على مكعازي وحركاس. مازال خاصنا نشوفوا الاخوان من المصادر ديالنا النادي شكون مازال غادي يبيع وشكون اللي غادي يجيو بلاصتهم، ولا غادي يكتفيو فقط بهادشي اللي عندنا وغادي يبقاو مركزين على الأجنحة والمهاجم. نتمنى الإخوان يكون شي جديد باش ندير لكم فيديو، وشكرا لكم.